السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في هذه المحاضرة الثانية المصورة والموازية للمحاضرة المكتوبة من مادة مدخل إلى علم النفس. فعلم النفس هو من أقدم العلوم التي عرفها الإنسان، وهي أيضا من أحدث هذه العلوم، فهو قديم بمعنى أن الاهتمام بدراسة الطبيعة الإنسانية وجدت مكانها في التفكير البشري من طبيعة الحال منذ المحاولات الأولى المبكرة. فمسألة النفس هي مسألة لاقت اهتمام كبير من طرف الإنسان منذ الأزل، في طبيعتها وفي ماهيتها وكذلك في مصيرها بعد الموت. فعلم النفس كان من الفروع التي اهتمت بها الفلسفة، شأنها في ذلك شأن مجموعة من العلوم الأخرى. إذن فهو علم النفس فهو قديم، يعود تاريخه إلى ما قبل الفلسفة اليونانية، وكذلك نقول علم النفس هو علم حديث لأنه لم ينفصل عن التفكير الفلسفي التأملي إلا في فترة متأخرة. فالتساؤل حول النفس، أي ماهية النفس، النفس أو الروح بكونها هي جزء لا يتجزأ من الإنسان وبكونها غير مادية غير ملموسة أو غير محسوسة، تسكن جسم الإنسان والإنسان والكائنات الحية من طبيعة الحال، ولكن ما يهمنا هو النفس البشرية، فهي كما قلت تسكن جسم الإنسان، وفي حالة خروجها فالإنسان يموت. فالإسلام، أي دين الإسلام، ميز بين مجموعة من الأنفس مثل النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة، النفس المرضية، النفس الراضية إلى غير ذلك. وكل هذه الأنفس فهي تظهر في السلوك الإنساني، وكذلك فهي تعبر عن نفسها في السلوك وكذلك في التصرفات. لذلك فالبحث في النفس الإنسانية هي مهمة جد، شديدة التعقيد والصعوبة لما قد تشمله هذه النفس من غرائز ودوافع ومشاعر. تتغير هذه المشاعر والدوافع بتغير الموقف بطبيعة الحال. وعلم النفس كما سبق وشرحنا فهو آخر العلوم المستقلة عن الفلسفة، تقريبا أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بمجهود مجموعة من العلماء الذين حاولوا الاستفراد بموضوع معين وهو السلوك، و مناهج متعددة لدراسة هذا الموضوع. إذن غالبا ما نتحدث عن تاريخ علم النفس ابتداء من الفلسفة اليونانية، فالحديث عن تاريخ علم النفس بداية من فلاسفة الإغريق، هذا لا يعني بتاتا أن موضوع علم النفس لم يكن حاضرا في التفكير الإنساني من قبل، بل العكس، فمجموعة من الحضارات كان لها أو كانت مهتمة بهذا الموضوع. فمن بين هذه الحضارات القديمة نجد الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمة. فالمصريون القدماء اهتموا أيضا أو اهتموا كثيرا بمسألة النفس، فقد ميزوا بين
النفس التي أطلقوا عليها اسم الكا، والروح الذي أطلقوا عليه اسم البا. فالنفس أو الكا هي بمثابة طاقة الإنسان المادية، بحيث هذه الطاقة تترك الجسد عند الوفاة، وعندما يحيا من جديد تعود إليه في العالم الآخر. بينما البا هي الروح السماوية، هي الروح السماوية وشخصية الإنسان في عالم الروح، فهي تصور دائما في اعتقادهم على شكل طائر، طائر له رأس وأسنان، ويحمل ملامح الشخص المتوفي الذي يطير إلى السماء، حيث يعتقدون بأنه يسكن بين النجوم. ثم تعود من حين لآخر لزيارة الجسد. فالكا هي بمثابة أهم الأجزاء، وهي طاقة مادية تولد مع الإنسان، طاقة خفيفة لا ترى، تكون تقريبا مطابقة لصورة الجسد، أي جسد صاحبها. فبعد الوفاة الكا تلازم الجسد، تلازم الجسد حتى عودة البا، عودة البا من بين النجوم في السماء. لذلك نجد المصريون كانوا يحتفظون بموتاهم ويضعونهم في مقابر خاصة ومحمية لكي يبقى الجسد محميا إلى حين عودة البا، إلى حين عودة البا والعيش إلى الأبد. فالفلسفة المصرية هي نموذج فقط للحضارات القديمة التي اهتمت بمسألة النفس. طاليس بحيث تنسب إليه أو تنسب أو تنسب بعض المراجع إليه الحكمة المشهورة اعرف نفسك، وهي كما يقال جملة اشتهر بها طاليس، والتي تحولت فيما بعد إلى جملة مكتوبة على جدران معبد ديلف تحت عبارة اعرف نفسك بنفسك، ليتخذها الفيلسوف العظيم سقراط شعارا له. وهذه الجملة هي من طبيعة الحال تقدم دليل واضح لمحاولة الفلاسفة والحكماء فهم وتفسير السلوك الإنساني. بيثاغورس أيضا مثله مثل طاليس يرى أن النفس والجسد، النفس والجسد أو الروح والجسد، هما شيئان متناقضان لا صلة بينهما. فالنفس أو الروح فهي تنتقل من شخص إلى آخر، من شخص إلى آخر، أو من شخص إلى كائن حي آخر، تنتقل من شخص إلى آخر، أو من شخص أو من كائن إلى كائن حي آخر بعد موت صاحبها. أي أن النفس هي خالدة، تنتقل من جسد إلى آخر، لأن الجسد هو فان. وهذه الفكرة كما يقول بعض المؤرخين كانت حاضرة عند الحضارتين المصرية والهندية. إذن الكميون هو طبيب كان يجري بعض عمليات تشريح على جثث الموتى لأهداف علمية من طبيعة الحال، فقام بتشريح العين البشرية لتتبع العصب البصري الذي يؤدي إلى الدماغ، وكان يرى أن
الصحة والمرض، أي أن الصحة والمرض بالنسبة له هي فقط نتاج لتوازن أو عدم توازن أجهزة الجسم. أجهزة الجسم مثل جهاز القلب، جهاز الدوران، الكبد، الدماغ إلى غير ذلك. أي أن المرض بالنسبة للكميون هو نتيجة لاختلالات وظيفية في الجسم. لذلك يعتبر الكميون من الأوائل الذين حاولوا تفسير المرض تفسيرا منطقيا، كما يعتبر أيضا من مؤسسي علم النفس. أبو قراط كذلك، أو أبو الطب كما يلقب، كان يرفض فكرة علاج المرض والمرض عن طريق السحر والشعوذة، ويرجع الأمراض إلى عوامل طبيعية، بالتالي فالعلاج يكون طبيعيا أيضا، أي اقترح علاجا طبيعيا بتناول الطعام الصحي، نظام غذائي جيد، رياضة، استحمام إلى غير ذلك من العلاجات الطبيعية التي كان يراها أو التي كان يرى بأنها ملائمة. كما كان يرى أيضا أن بإمكان الإنسان أن يعالج نفسه دون اللجوء إلى مساعدة خارجية من الطبيب، شريطة أن تتوفر لديه أو تكون لديه الرغبة والإرادة في العلاج. وقد وصف أبو قراط كثير من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب أو الميلانشوليا، الهوس أو المينيا، البارانويا، جنون العظمة عفوا، الصرع الذي كان يسمى في عهده بالمرض المقدس. فكان يرى بأن أو يرى بأن الصرع يحدث وهو نتيجة عدم توازن في المخ أو الدماغ. إذن سقراط هو صاحب الحكمة الشهيرة: اعرف نفسك بنفسك، أي أن المعرفة الحقيقية هي موجودة داخل كل إنسان، فكل إنسان يولد وهو مزود بكل المعارف، بحيث دعا سقراط للبحث عن هذه الحقيقة وعن هذه المعارف عن طريق معرفة ذاته ومعرفة الأسرار الكامنة وراءها، عن طريق ترويض شهوات النفس والابتعاد عن الشر. فكان يرى أن النفس أو الروح الإنسانية هي جزء من الروح الإلهية، فيما الجسد فهو يتكون من مكونات العالم المادي، أي الماء والنار والتراب. فبما أن النفس الإنسانية هي جزء من الروح الإلهية، فبإمكان الإنسان السيطرة على نفسه والتحكم فيه وفي رغباته وشهواته. إذن أفلاطون يرى أن الإنسان هو روح وجسد، وهذان العنصران هما في تضاد دائما، لكون الجسم يدفع النفس لتلبية شهواته ورغباته المادية، بينما النفس هي عاقلة وخالصة. فيقسم النفس إلى ثلاثة أقسام، وهي النفس العاقلة، وهي كما يرى من أعلى مراتب النفوس، لذلك فهي تتخذ من الرأس موطنا لها، لأن الرأس هو
أعلى جزء من الجسم، وهو مستدير، والدائرة فهي أقرب الأشكال الهندسية إلى الكمال، والرأس هو أقرب الأعضاء إلى السماء. ثم أيضا في تقسيمه نجد النفس الغاضبة أو النفس العصبية، فهذه النفس تتخذ من القلب موطنا لها، وهي أدنى أنواع النفوس حسب تقسيم أفلاطون. ثم أيضا نجد النفس الشهوانية، فالنفس الشهوانية موطنها من طبيعة الحال هو البطن، وهي توجد بين أو توجد في الوسط بين الحكمة والشهوة. فأفلاطون يشبه النفس مثل ربان سفينة، ربان سفينة يقودها وسط العواصف. فكذلك يشبه النفس الإنسانية بالعربة التي يجرها جوادان أو حصانان، هما النفس الغاضبة والنفس الشهوانية، والقائد هو العقل أو النفس العاقلة التي عليها أن تسيطر وتخضعهما معا. أرسطو أيضا يرى أنه من غير الممكن تقسيم النفس والروح إلى أجزاء، أو وحدات كما فعل أفلاطون، بينما رأى أن النفس قد تتخذ أشكال متعددة، وقدرات متباينة، كالقدرة على التفكير، قدرة على الفهم، قدرة على الإحساس، قدرة على الشعور، والقدرة على التكاثر، والقدرة على التوالد. عموما فهو يقسمها إلى 3 أشكال، وهي النفس النامية، هذه النفس تكون لها القدرة على النمو، وهي تشترك عند كل الكائنات الحية، بحيث كل الكائنات الحية لها القدرة على التوالد. ثم النفس الحيوانية، فهذه النفس وظيفتها الحركة والإحساس عن طريق الحواس، وهذه النفس هي موجودة عند الإنسان والحيوان. ثم النفس العاقلة التي هي وظيفتها بالأساس هي التفكير، وهي صفة من الصفات الأساسية للإنسان وحده. إذن شكرا لكم، وإلى المحاضرة المقبلة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.